الجيش الإسرائيلي مستمر بالتقدم عسكريا داخل قطاع غزة، وقد دخل في مرحلة تطويق شمال قطاع غزة بالكامل، ولكن كل متر محسوب، وهنالك ثمن لكل متر تتقدم به إسرائيل في شمال قطاع غزة. هذه التفاصيل أصبحت واضحة مما نشرته طبعا ومما نشره معهد دراسات الحرب الأمريكي، وكذلك الوور مابر الحديث عن تقدم خطير من قبل الجانب الإسرائيلي باتجاه طبعا شارع صلاح الدين. شارع صلاح الدين قبل أيام قليلة قام الجيش الإسرائيلي وظهرت الدبابات الإسرائيلية وهي تسيطر على هذه المنطقة، وقطعت تماما الطريق على مدينة غزة وكذلك على وسط وجنوب قطاع غزة. الآن هذه المصادر تتحدث بأن الجيش الإسرائيلي تمكن من تحقيق المزيد من التقدم ما بعد شارع صلاح الدين. دعونا نقترب الآن بالقمر الصناعي من هذه المنطقة لكي نفهم تماما ما الذي جرى من قبل الجيش الإسرائيلي وكيف تطورت هذه الأمور. طبعا كما تحدثنا، الجيش الإسرائيلي كان متواجدا في هذه المنطقة في الأيام القليلة الماضية، يستغلون الليلة تماما عندما يكون هنالك قصفا كبيرا في المنطقة ليتقدم طبعا. وتم التقدم من الجيش الإسرائيلي بحسب هذه المصادر بهذا الاتجاه ليسيطروا على مجمع النور السياحي وكذلك على هذه المستشفى التي ترونها، وهي مستشفى الصداقة التركي للسرطان، وبعد ذلك قاموا بعملية التقدم أيضا بعد السيطرة على هاتين النقطتين للتقدم بشكل مباشر للسيطرة على هذا المربع وليتواجدوا على هذا الطريق، وأصبحت الدبابات الإسرائيلية حاضرة في هذه المنطقة. ولكن بمجرد أن وصلوا إلى هذه النقطة ظهرت فجأة كتائب القسام حاضرة في عملية التصدي لهذا التقدم، وظهرت طبعا كتائب القسام وهي تستخدم الأسلحة المضادة للدروع وأوقعت خسائرا في الجيش الإسرائيلي وضربت طبعا، وكانت هنالك اشتباكات لساعات طويلة في هذه المنطقة. وبعد هذه الاشتباكات فصائل أو كتائب القسام اتخذت قرارا بعملية استخدام الهاونات والغطاء الناري الكبير على الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة ليقوموا بعملية الانسحاب، أي استراتيجية وتكتيك مقاومة بحت، تهاجم توقع الخسائر وتنسحب، وبالتالي كلما يدخل الجيش الإسرائيلي إلى العمق يحاولون استنزافه قدر الإمكان. وطبعا تحاول الفصائل الفلسطينية هنا من استنزاف القوات الإسرائيلية قدر الإمكان وإيقاف ومنع إسرائيل مما تريد القيام به ألا وهو التقدم. لم يتبقى إلا الشيء البسيط لكي يتقدموا ويسيطروا على شارع الرشيد الذي هو يعتبر آخر طريق تماما للجيش الإسرائيلي لكي يغلق تماما المنطقة على الفصائل الفلسطينية الموجودة هنا في مدينة غزة شمال قطاع غزة. يقطعون كل شيء بمجرد الوصول لهذا الطريق، وهنا الفصائل الفلسطينية لن تكون قادرة من عملية العبور، المرور، إرسال الأسلحة أو غيرها، إن كانت هنالك أنفاقا لسبب ما موجودة قد تدمر من قبل الجيش الإسرائيلي، لأنهم يستخدمون أيضا الروبوتات في عملية تمشيط المنطقة إذا ما كان هنالك أو كانت هنالك أي أنفاق متواجدة تحت الأرض. وكان هنالك تصويرا من هذه المنطقة من هذا الحي يطلق عليه طبعا تل الهوى، كان هنالك تصويرا لطبيعة الاشتباكات التي قامت بها الفصائل الفلسطينية والهجوم الذي قامت به ضد القوات الإسرائيلية الموجودة هنا. وطبعا كانت هنالك لقطات مصورة بهذا الشكل كما تلاحظون لطبيعة الاشتباكات، من طبيعة الصوت طبعا ترى بأن الاشتباكات كانت عنيفة للغاية وبالأسلحة الخفيفة، بالأسلحة المضادة للدروع وكذلك أيضا بالهاونات وغيرها، وبالتالي هذه معركة ليست عادية أبدا. الجيش الإسرائيلي تقدم على كل بكل الأحوال في هذه المنطقة، ولكن أيضا هو حقق تقدم بمحاذاة البحر المتوسط. دعونا نذهب إلى هذه المنطقة التي تقدم بها الجيش الإسرائيلي. هنا دعونا نتوقف في هذه المنطقة، والجيش الإسرائيلي طبعا كان قد حقق تقدما في الأيام القليلة الماضية بهذا الاتجاه وسيطروا تقريبا على هذه المنطقة بأكملها، ثبتوا أقدامهم أساسا في هذه المنطقة. ويجب أن ننتبه إلى عدد من الشوارع لطبيعة التطور الذي جرى هنالك. طبعا عدد من الشوارع التي يجب أن نتحدث عنها، أولى هذه الشوارع هو هذا الشارع الذي ترونه هنا بهذا الاتجاه وهو شارع البحر، وهنا شارع صلاح خلف الذي ترونه طبعا في هذه المنطقة، وأيضا هنا شارع النصر. دعونا نكرر هذه الصورة، هي في الحقيقة هذا هو شارع
صلاح أو شارع طبعا البحر، وهذا هو شارع صلاح خلف طبعا، وأيضا في نفس الوقت هذا هو شارع النصر طبعا. وبالتالي بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي جرى معه بأنه تمكن فعلا من التقدم إلى هذا المربع والسيطرة على هذه المنطقة، وبعد ذلك حاولوا من عملية التسلل في هذه المنطقة بهذا الاتجاه، وكانت هنالك اشتباكات في حقيقة الأمر في هذه المنطقة أو في هذا الجنكشن أو التقاطع الذي ترونه بهذا الاتجاه. كانت هنالك اشتباكات عنيفة للغاية للجيش الإسرائيلي بسبب أن الفصائل الفلسطينية ظهرت في هذا التقاطع تقريبا، وقاموا بعملية إيقاع خسائر في الجيش الإسرائيلي باستهداف واضح وذكي جدا في منطقة كما نلاحظ بأنها مليئة بالمباني من ضمن حرب المدن، من ضمن استعدادات أساسا الفصائل الفلسطينية. وتحدث حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم والجيش الإسرائيلي بأن هنالك خسائر، وقالوا في صريح العبارة بأن هنالك 15 قتيلا مؤكدا من الجيش الإسرائيلي. طبعا هو العدد أكبر بحسب ما تتحدث عنه الفصائل الفلسطينية، وبالتالي الجيش الإسرائيلي الآن بالنسبة لقتلاه الآن منذ 7 أكتوبر الماضي حتى يومنا هذا وصل إلى تقريبا 319 إلى 320 قتيلا من الجيش الإسرائيلي تحديدا. وبالتالي الفصائل حققت مفاجأة، والجيش الإسرائيلي يعني تقريبا أصبح ثابتا في هذه المنطقة، ولكن هو بشكل عام يحاول تحقيق تقدم بعد الدخول إلى حي الكرامة بالذهاب مباشرة إلى منطقة الرمال المهمة للغاية لكي تفتح بابا للتطويق والهجوم طبعا على مدينة غزة. وهذا التقدم الإسرائيلي مستمر، هنالك لقطات من عمليات التقدم الإسرائيلية طبعا هنا في هذا المقطع الذي تلاحظونه، وطبعا في هذه الصورة تحديدا كما تلاحظون هنا البحر المتوسط واضح جدا من بعيد، بالتالي هم يتقدمون من منزل إلى منزل، من نقطة إلى نقطة، من منازل وبيوت مدمرة بالتمام والكمال. هم يقومون بالكاربت بومينج بعمليات القصف السجادي، أي أنهم لا يتركون شيئا على الأرض أبدا وينتقلون من نقطة إلى أخرى. بشكل عام المعركة الآن وطبيعة التقدم الإسرائيلي هو يأتي بهذا الشكل بحسب الصورة القادمة طبعا من الوور مابر، وكذلك بحسب الأقمار الصناعية الجيش الإسرائيلي موجود في هذه المنطقة وتقريبا مسيطر وخلق منطقة عازلة في هذا الاتجاه. وتلاحظ أنت من طبيعة التقدم للجيش الإسرائيلي واضح بأنهم يريدون إغلاق هذه المنطقة، الوصول إلى سواحل البحر المتوسط، عزل هذه المنطقة كما تحدثنا، وأيضا في محاولة للتقدم باتجاه الرمال، وبالتالي محاولة التقاء القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة، وطبعا السيطرة على تل حانون وكذلك أيضا على هذه المنطقة، وبالتالي محاولة السيطرة والتقدم لخلق منطقة عازلة كما نلاحظ تتوسع بهذا الاتجاه. بالتالي الجيش الإسرائيلي واضح بأنه لا يريد الدخول مباشرة إلى المدن لعملية لتحقيق عملية اشتباكات، لأنهم يعلمون أن الفصائل الفلسطينية تنتظر مثل هذه الاشتباكات لأنها قادرة وأكثر من قادرة على التحقيق والنجاح في حرب عصابات ضد جيش نظامي، فهذه قوة غير نظامية لكنها مستعدة تماما منذ سنين طوال لمثل هذا الاشتباك. لكن بشكل عام الجيش الإسرائيلي مع عملية التطويق التي تجري هنالك ضغط وخنق كبير لشمال قطاع غزة ومدينة غزة بأكملها، هنالك قطع كبير للاتصالات بحسب شركة الاتصالات الفلسطينية صباح هذا اليوم قالت بأن المسارات الدولية قد تم ضربها وقد قطعت تماما، بعدها عادوا وقالوا بأن الاتصالات نوعا ما عادت، ولكن هنالك قطع كبير للاتصالات في هذه المنطقة. وأيضا في نفس الوقت أن الضغط أيضا على الوقود قد وصل إلى نتيجة، هنالك حصار منذ بدء هذه الحرب على قطاع غزة في مسألة الوقود تحديدا والعديد من الأمور، وبالتالي الآن الوقود وصل إلى مرحلة بأنه لم يعد هنالك وقودا في قطاع غزة تقريبا، إلى درجة إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت بشكل رسمي عن خروج 16 مستشفى عن الخدمة تماما بسبب عدم وجود وقود. ليس هنالك طبعا كهرباء كما نعلم، والوقود يحتاجونه للمولدات الكهربائية، وهذا يعني أن هذه المستشفيات أصبحت غير قادرة على العمل أو غير قادرة أساسا على تقديم أي خدمة للمرضى. وواحدة من هذه المستشفيات هي المستشفى التي تحدثنا عنها
وهي مستشفى الصداقة التركي للسرطان، وهذا يعني أكثر من 10,000 مصاب بالسرطان في هذه المستشفى الآن أصبحوا معرضين للخطر بأن ليس هنالك علاجا لهم. وأيضا في نفس الوقت مستشفى الشفاء أعلن مدير هذه المستشفى بشكل واضح بأن عدم وجود وقود يعني بأن المولدات ستتوقف في أي لحظة، ويعني بأنهم خلال ساعات من الممكن أن يعلنوا عن المئات بل حتى الآلاف من المرضى الموجودين في هذه المستشفى. بالتالي نحن مقبلين تماما على أزمة إنسانية خطيرة مع هذا التقدم العسكري. لكن الجانب الإسرائيلي طبعا يفسر هذا الأمر ببساطة بأنهم طلبوا مرارا وتكرارا من المواطنين الموجودين في شمال قطاع غزة بأن يتركون هذه المنطقة باتجاه وادي غزة لأنها منطقة عسكرية بحتة، وبأنهم سيتحولون إلى أهداف للجيش الإسرائيلي. وأيضا في نفس الوقت أن تبريرهم لعملية قطع الوقود من هذه المنطقة والحصار الذي يفرضونه هو من أجل أن لا يكون هنالك وقودا للمولدات التي تزود الأنفاق الخاصة بالفصائل الفلسطينية بالكهرباء وبالأكسجين، يريدون قطعها تماما لكي تضطر الفصائل الفلسطينية على الخروج من هذه الأنفاق، وذلك لكي يصبحون أهدافا سهلة للجانب الإسرائيلي لأنهم يعلمون تماما أن تركوا الأمور بهذا الحد وبهذا الشكل قد حتى القصف لا يؤثر على هذه الأنفاق، ومن الممكن لهذه الأنفاق أن تشكل خطرا ليس فقط في هذه المنطقة التي نتحدث عنها لا أبدا، بل من الممكن أن تكون الأنفاق سببا لأنفاق سرية للفصائل الفلسطينية تستخدمها لتظهر في العمق الإسرائيلي وتوجه هجمات من خلف خطوط الجيش الإسرائيلي. كان هنالك تقريرا قد نشر على الآر تي حول هذه المسألة أظهر الأنفاق الخاصة بالفصائل الفلسطينية كما تلاحظون لسرايا القدس، ويظهر هذا النفق بحسب هذا التقرير تحدث بأن الأنفاق تأتي على عمق 60 مترا، هي جدرانها كلها طبعا من الإسمنت وكذلك الأرضية من الإسمنت، وطبيعة التقويس التي ترونها والبناء الواضح هنا يجعلها صلبة وقوية للغاية في حالة تعرضها إلى ضربات وضغط كبير عليها. وهذه أساسا الأنفاق تستخدم كأنفاق هجومية بحتة على القوات الإسرائيلية إن كانت في الداخل وهي داخلة في قطاع غزة أو حتى في داخل الأراضي أو العمق الإسرائيلي. بالتالي هي مسألة خطيرة تعرفها إسرائيل وتريد التصرف بهذه المسألة، ولكن بشكل عام التقدم الإسرائيلي الذي نتحدث عنه الآن في هذه المنطقة كما تحدثت الوور مابر معهد دراسات الحرب وغيرها، مع طبيعة طبعا التقدم الذي تحدثنا عنه والذي سيقطع هذه المنطقة بأكملها، واضح أن الجيش الإسرائيلي سيبحث عن عملية تقطيع أوصال المنطقة، وبأنهم من الممكن أن يتقدموا أيضا بهذا الاتجاه ليستغلوا هذه المنطقة. طبعا هنا من الممكن بالنسبة لدير البلح أن يكون هنالك تقدما لإغلاق المنطقة أيضا على دير البلح، ويستغلون أيضا الفراغ الموجود في خان يونس أيضا لتحقيق أيضا هذا التقدم، وأيضا الفراغ بين خان يونس وبين رفح لإغلاق خان يونس بأكملها لأنهم يريدون القضاء على حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والقيام بهذه العملية. يجب أن يكون هنالك غزوا كاملا ودخولا كاملا على كامل قطاع غزة للسيطرة عليه، وإبقاء طبعا رفح كنقطة مساعدات وغيرها، خروج للمواطنين، مسألة مفاوضات جرحى أو غيرها، ممكن أن تبقى هذه المنطقة من دون أي مشاكل. ويجب أن لا نستغرب أبدا مما هو قادم تجاه خان يونس، لأن المؤشرات توضح أن الأسرى الإسرائيليين وحتى الأسرى من الدول الأخرى والمتعددي الجنسية يتواجدون في خان يونس. واحدة من أهم المؤشرات هي أن كانت هنالك منشورات قد نشرت صباح هذا اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي بهذا الشكل على خان يونس، وطبعا تلاحظ من المنشور بأنهم يطالبون من المواطنين الذين لديهم معلومات حول هؤلاء الأسرى أو الرهائن بأن يكون هنالك معلومات تقدم لهم، لأن الجيش الإسرائيلي قادم ويريدون القيام بعمليات باستخدام طبعا السبيشال فورسز القوات الخاصة طبعا الإسرائيلية بمساعدة أيضا قوات دلتا الأمريكية، وبالتالي الأمر بسهولة ممكن أن يتطور تجاه خان يونس. لكن مع التطورات التي نتحدث عنها الآن ومع التقدم العسكري الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، بدأت الجبهة في المنطقة تتوسع ضد إسرائيل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لجماعة الحوثي أعلنت بشكل رسمي الحرب
على إسرائيل يوم أمس، وبدأوا باستهدافات كبيرة طبعا بالصواريخ البالستية وصواريخ الكروز والطائرات المسيرة، وهي تأتي طبعا عبر البحر الأحمر بهذا الشكل. يستهدفون أيضا بهذا الشكل العمق الإسرائيلي بشكل خاص، وهذا الأمر طبعا هو يتطور. اليوم أيضا كنا أمام هجوم من قبل جماعة الحوثي باتجاه إسرائيل أيضا بالعمق، طبعا باستخدام صاروخ بالستي وكذلك الطائرات المسيرة. الأمر مستمر بشكل يومي، وأيضا أن الفصائل المسلحة في العراق أعلنت أيضا بأنها أعلنت بأنها ستحرر العراق عسكريا كما هم يتحدثون، وهذا يعني بأن سيكون هنالك تصعيدا كبيرا في الاستهدافات التي تأتي على القواعد العراقية التي يتواجد فيها مستشارية التحالف الدولي والقواعد الأمريكية الموجودة في سوريا التي تضرب بشكل يومي. ننتظر ونرى ما الذي سيحدث، ولكن تلاحظ إعلان حرب هنا، إعلان كبير من الفصائل العراقية، وأيضا لدينا يوم الجمعة القادمة كلمة مرتقبة خطيرة للغاية قد تعني تصعيدا كبيرا في المنطقة، هي ستكون حاضرة من قبل الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله. نترقب هذه الكلمة، طبعا هناك كثير من الإعلانات وطبعا التنويه عن هذه الكلمة وأهميتها، بالتالي قد نكون بسهولة أمام إعلان حرب من قبل حزب الله اللبناني تجاه إسرائيل بشكل مباشر. والجانب الإيراني يلمح مرة أخرى بأن هنالك جبهات جديدة ستفتح بوجه إسرائيل، هذا بعدما جاء من الحوثيين وبعدما نراه من الفصائل في العراق يتحدثون عن هذه المسألة اليوم بشكل واضح وبشكل رسمي من قبل وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبد اللهيان، الذي قال هذه الحرب ستنتقل إلى دول أخرى إذا لم تتوقف إسرائيل عن حربها في غزة. وحتى أن المرشد الأعلى الإيراني يذكر الحرب كثيرا في تغريدته الأخيرة اليوم كما تلاحظون، ولكن من جهة أخرى مسؤول لبناني تحدث مع حزب الله اللبناني بحسب النيويورك تايمز وما نشرته يوم أمس، وضح بأن الأمور لن تتصاعد إلا في نقطة معينة. لاحظ ما الذي ذكره هنا مسؤول لبناني، قال: تحدثت مع قياديين بحزب الله وأكدوا أن تدمير حماس خط أحمر وأنهم سيتدخلون إذا ما شعروا بأنها في آخر أيامها. بالتالي هنالك خطوط حمراء بحسب ما نشر هنا على نيويورك تايمز. ننتظر ونرى، الجمعة القادمة هي كبيرة للغاية، التطورات كبيرة في قطاع غزة وتفسيرات كثيرة حول ما ممكن أن يحدث، وتبدو الحرب الإقليمية الآن قد أصبحت حقيقة قد نراها في أي لحظة ممكنة، وقد يكون الأسبوع القادم مختلف تماماً.